الدنيا كلها ماشيه مظبوطه وهدوء تام. المسرح بتاع الهاوس بير في وسط البلد الاسبكيه، مسرحيه الدلاع يا دوسة اللي كانت بتقوم ببطولتها فيفي عبده ومعاها ماجد المصري واحمد رزق ومجموعه كبيره من الفنانين. كان في مشهد قرب يخلص والمفترض ان فيفي عبده هتبتدي بتغير هدومها وداخله عشان المشهد الجديد بتاعها في المسرحيه، وفجاه مسكت فيفي عبده التليفون بتاعها وبدات في حاله غضب وهستيريا. ليه؟ بتكلم المحامي بتاعها بتقول له سيب اللي في ايدك وتعالى لي بسرعه على المسرح اتصرف عشان انا مش فاضيه، الليله دي ده شكلها مش هتعدي على خير. وفعلا الدنيا هاصت وقلبت والموضوع وصل الشرطة والنيابة وتحقيقات. حتى في الليلة دي فيفي عبده وهي بتمثل بإيد درق مبقتش مركزة بسبب اللي حصل. ايه هو اللي حصل؟ ده اللي هنحكيه في الحلقة بتاعت النهاردة من برنامجنا حكايات كولومبو. انا حسين عبد القادر محرر شؤون الجريمة معاكم في برنامج حكايات كولومبو. مجانين النجوم والفنانين دايما بنسمع عنهم ونقرأ لهم وعن اللي بيعملوه وعاوزين يعبروا عن إعجابهم واهتمامهم بالنجم أو النجمة، لكن المجنون بتاع فيفي عبده اللي عمله في الليلة دي بصراحة كان فوق الخيال. الراجل ده مش هو مجنون بقى، ده كان هيجنن فيفي عبده في الليله دي. ايه اللي حصل؟ الساعه 10 بالظبط فيفي عبده زي ما قلت بتستبدل ملابسها عشان المشهد التالي اللي هتخش بيه على المسرحيه، وفي خرقات على الباب. الراجل اللي بره اللي هو مسؤول عن زي الغفير بتاع الاوضه بتاعتها اسمه سيد. في ايه يا سيد؟ قال لها يا مدام ده في واحد بره عايز يقابلك. قالت له جرايه يا سيد؟ وانا بقابل اي حد دلوقتي؟ انت عارف ان انا مسرحيه شغاله ولو مين هو مهما كان انا ما بقابلش حتى عشان امريكا. فلا بس يا فندم ده واحد مصمم يقابلك وبيقول ان جوزي. قالت له جوزي ايه يا سيد؟ جوزي مش هنا، جوزي في لبنان. اللي جابه هنا وبعدين ما بيجريش المسرح؟ قالها بس مصمم وكده وحتى جايب ورق لانه ليه عاوز كده موضوع مش عارف عاوز ياخدك ياخدني. قالت له ده فتحت الباب ده ورقه سمه جواز واحد بره بيقول ان هو جوزك وعاوز ياخدك لبيت الطاعه. قالت يا نهار اسود فيفي بقت هتتجنن. المهم اتصل بالمحامي، هي مشغوله في المسرحيه وبتقضي ادوارها، والمحامي كان جه اتصل بالشرطه. ايه الحكايه؟ الراجل ده جاي وبيبتز فيفي عبده وجاي يعملها مشكله وجايب ورق معاه بيقول ان هو جوزها وجايب فعلا عقد جواز باسمها وجوابات وحاجات زي كده. جت شرطه الاسبكيه والمباحث جم للراجل قال لهم انتوا عايزين مني ايه؟ فيفي عبده دي مراتي ولازم اخدها بيت الطاعه وانتوا لازم تساعدوني، انتوا المفروض انتوا الشرطه في خدمه الشعب وانا واحد من الشعب وليا حق وانتوا تقفوا معايا. طب بس تعالى يا عم. خدوه قالوا له ده بلاغ، في بلاغ والبلاغ ما بيتحققش هنا، تعال نروح على القسم. اسم الاسبكيه جنب المسرح على طول، يا دوبك خطوات. راحوا هناك في القسم، الراجل طلع لهم شنطه قال لهم انا لا جاي افتري ولا جاي اعمل اي حاجه، انا جاي اخد حقي، حقي دي مراتي ولازم اخدها معايا في بيت الطاعه. مين مراتك؟ قال لهم فيفي عبده. ازاي يا عم؟ طلع لهم الشنطه البلاستيك بقى اللي معاه وقال لهم ادي عقد الجواز بتاع بيني وبينها وجوابات اللي هي بتبعتها لي، جوابات الحب بتحبني وبتاع، ودي جوابات اهي واوراق، شويه اوراق كده مقدمها وبتاع. فالمهم رئيس المباحث بيبص للجواب لعقد الجواز، اول حاجه لفت نظره اللي هي مكتوب الفنانه فيفي عبده، ده اسم الزوجه الفنانه فيفي عبده. فطبعا رئيس المباحث طبعا انتبه بسرعه لان هو اولا اسم فيفي عبده ده اسمها الفني، اسمها الحقيقي زي ما قال المحامي بتاعها اللي كان موجود اسمها عطيات عبد الفتاح العبد. فمفيش حد بيكتب كان في عقد الجواز اسم وفنانه واسم الشهر بيكتب في عقد الجواز. وبعدين قدم بقى مجموعه جوابات رئيس المباحث، ما مفترض ان فيفي عبده كاتبها له وهي بتحبه هيمنه فيه وبتقولوش على يهوبه، وتقول له بقى في بعض الجوابات ان سيبك من يسرى وليلى علوي لان دول مش بيحبوك انا بس اللي بحبك وهم بيشتغلوك عشان بيغيروا مني فعاوزين ياخدوك مني وكده. رئيس المباحث بدا يحس ان الموضوع فيه يعني مش مظبوط، قال طب بص هقول لك على حاجه، احنا ده هناخد اجراءات قانونيه ونعملها فيه بلاغ واحنا تروح النيابه وده الشيء الطبيعي اللي المفروض لازم يتم. طبعا الراجل ادوله الفرصه فتحوا المحضر، الراجل قاعد يقول كل اللي هو عايز يقوله ان هي مراته وان متجوزها من سنه 85 وان هو دلوقتي من حقه لانه محتاجها بشده وهما بيحبوا بعض فهو عاوزها ياخدها بيت الزوجيه وبيت الطاعه. طبعا المحامي في اقواله قال انها الكلام ده غلط ومفيش اي صحه ليه خالص وهي لا مرات ولا حاجه لان هي اصلا متجوزه من راجل اعمال اردني وهو موجود في مهمه عمل خاصه بيه دلوقتي في لبنان، والكلام ده طالب المحامي ان لازم
لازم تتخذ اجراءات قانونيه ضد هذا الرجل اللي جاي يعمل شوشره وجاي يبتز فيفا عبده ويعمل لها مشاكل. اتعمل محضر باقوال الراجل واقوال المحامي، لان المحامي هو اللي كان موجود وهو بيتكلم نيابه عن فيفا عبده، لان فيفا عبده استمرت في المسرحيه اللي قعدت لحد الساعات الاولى من الصباح، والمحضر انتهى وفي الصبح كان اتحول المحضر والاطراف بتاعته راحوا على نيابه الاسبكيه. رئيس النيابه وقتها كان المستشار ايهاب الجنزوري، وبدا يشرف على التحقيق في اليوم ده مع الراجل اللي اصر فيه على اقواله وقال ان عاوز اثبت ملحوظه. قال له ايه هي؟ قال له ان الشرطه ما تجاوبتش معايا، وقفت ضدي. المفترض ان الشرطه في خدمه الشعب، وهم بدلا عما يساعدوني في حق القانوني ان انا اخد مراتي لبيتي وقفوا ضدي وقبضوا عليا وجابوني وحلوني لحضراتكم، وبدلا ما يمكنوني من حقي خلوني في الوضع اللي انا قدامكم فيه ده. فرئيس النيابه برضو قرا الملحوظات بتاعه رئيس المباحث وراجع بالفعل الاوراق اللي معاه، وحس برضو ان في حاجه، ان الراجل مش طبيعي. فبعد ما سمعه كويس قوي وقرا الاوراق اللي معاه والحاجات دي كلها شكلها مضروب كلها، رئيس نيابة قرر حبس المتهم على ذمة التحقيق. وبعد اسبوع من التحقيقات نيابة قررت حبسه مع عرضه على مصلحة الطب الشرعي لفحص قواه العقلية. قبل ما الراجل يروح الحبس انا قلت ان لازم اقعد مع الراجل ده، لان يعني فيفا عبده مش سهله ولا يعني البسيطه ان واحد يجي يعمل معاها الحركات دي، يعني ده اكيد ده بقى الشخص غير عادي. قابلته وقعدت معاه، قعد شويه سرحان، كان شكله غريب فعلا. انا نبهته ان انا موجود وعاوز اتكلم معاه، وقال لي انا مش عاوز اتكلم مع حد، انا متضايق، انا نفسيا مش مظبوط من اللي بيحصل معايا وده ظلم وبتاع. قلت له ما انا جاي عشان اخد حقك، انا راجل صحفي وانا جاي ابقى صوتك، اوصل لك صوتك لكل الناس ويعرفوا الحقيقة. فبدأ يعني عم قلت له الكلمتين دول بدأ يتكلم معايا، قال لي انا اسمه عبد الوهاب، انا بشتغل ترزي، عندي دكانة صغيرة كده على قدي في بني سويف في قرية هناك، وانا قاعد هناك بشتغل. قلت له طب انت راجل في بني سويف، ايه علاقتك بفيفا عبده؟ قال لي ما هو فيفا عبده اساسا انا كنت بحبها عشان بحب فنها وكده وشخصيتها، وكان نفسي اتعرف عليها، وبصراحة يعني ما كنتش بفكر فيها بالجواز، بس انا كنت معجب بيها. قلت له طب وايه اللي حصل وايه اللي وصل للامر كده؟ قال لي اصل وانا في يوم قاعد في المحل بشتغل جالي زبون اسمه عبد العزيز، وقال ان هو مدير اعمال فيفا عبده. اتصاحبت عليه قوي واتبسطت بيه وعرفته، قلت له بقى ده انا بحبها من زمان ومعجب بيها والكلام ده كله. الراجل قال لي انا هوصل لفيفا عبده ايه المعلومات بتاعتك دي واكلمها عنه. وقال له بدا بعد كده يجي لي، وقال له وتعرفنا على بعض، وبدا في تواصل بينه وبين فيفا عبده من خلال جوابات بتبعتها لي، ان هي فعلا بقت بتحبني جدا وبقت زي ما انت شايف كده بتقول شلايا هوبا وبتاعه. قلت له فيفا عبده؟ قال لي اه، بعتها لي اهي، وطلع جوابات اللي هو كان محتفظ بيها معاه في الحاجه. قلت له طب ايه اللي حصل؟ قال لي في يوم لقيت عبد العزيز جايب لي اللي هو مدير اعمالها جايب لي عقد جواز، وقال لي فيفا عبده ما بقتش قادره تقدر تستحمل اكتر من كده، وقالت احنا لازم نتجوز وننهي الموضوع ده. قلت له ازاي ده احنا لازم مع بعض؟ قال له لا، ده في نوع من الجواز عقود الزواج بتبقى اسمه الزواج عن بعد، وده اللي عملته فيفا عبده، هي مضت اهي وجابت لك ايه عقد الجواز بعته لك. بقول انا فرحت بقى وخلاص دي بقت مراتي وفرحت. بقول هي ما اكتفتش بكده، لما طلبت ان انا اقابلها عبد العزيز قال لي لا هي مش هقدر تقابلك لانها مقموصه بصراحه وزعلانه منك. قلت له ليه مقموصه ليه؟ قال له بصراحه في حد فتن عليك وراح قال لها ان انت على علاقه بيسرى وليلى علوي. فبقول انا فعلا هم اصحابي وبحبهم وهم بيحبوني، بس ما يعني ما فكرتش ان انا يعني الامر يوصل الجواز غير مع فيفا عبده. فبيقول هي عم عرفت كده وحست ان انا حريص عليها، بعتت لي جوابات قالت له يا هوبا مش انا قلت لك قبل كده ما سيبك من ليلى علوي وسيبك من يسرى، دول لا حريصين على جوازك ولا حبك، انا بس اللي بحبك، وعشان اكد لك ان انا بحبك يا هوبا انا هبني لك الفيلا اللي انا قلت لك عليها وعدتك بها قبل كده وعشان نعيش فيها سوا. بقول والحياه مشت وكل حاجه، بقول بس انا برضو قررت ان انا ما عدتش بقى قادر على بعدها، وخاصه انا بحبها وهي بتحبني جدا، فعشان كده انا قررت اجي اخدها ونعيش مع بعض. طول بس هي انت بتقول حب ايه؟ اذا كان ده هي مقدمه ضدك هي اللي قدمت ضدك البلاغ للمباحث والنيابه وهي السبب في اللي انت فيه دلوقتي. قال لي بصراحه اصل انا غلطت له ليه؟ قال لي انا كان المفروض ما اروحش المسرح ولا اروح اقدم اعمل الهيصه اللي عملتها، لان هي كانت متفقه معايا من الاول ان موضوع الجواز بتاعنا يفضل سر. قلت له سر ليه؟ قال لي اصل هي قالت لي فنان دايما ما يحبش الجمهور بتاعه يحس ان دي شريك. هي زعلت واتضايقت ان انا خالفت الاتفاق اللي بينا وقدمت البلاغ ده عشان كده، ولكن هي معها حق وانا هصلها.
سألته قلت له ايه حكاية نرمين رفيقي وليلى علوي ووسرة؟ طب انتوا ما اتجوزتوش ليه؟ اشمعنى هي اللي بس اللي قالت لك انتفق جوزها؟ قال له اصل انت ما انتش عارف فيفا عبدالو ايه مالها؟ قال له اصل هي ذكية جدا وعارفة مصلحتها. فقلت له ازاي يعني؟ قال له اصل هي عم بتفكر تتجوز، هتتجوز واحد زيي، عايزة شخصية كبيرة، شخصية مهمة عشان تقدر تقدمها للمجتمع او تبقى سند ليها في المجتمع، فعشان كده هي كانت حريصة على انها تتجوزني. قلت له ايوه. المهم قعد يتكلم معانا، وقلت له بس انا ملاحظ انك قاعد مهموم يا عبد الوهاب. قال له اصل انا وكتر الظلم اللي تعرضت ليه. قلت له ظلم ايه؟ ما انت في عبده عايزاك وبتحبك وبتقول بتموت فيه. قال لي لا انا دي حاجات تانية بقى غير في عبده، الظلم اللي تعرضت ليه غدر كتير. قال لي زي خالد عجاج. قلت له مال؟ قال لي في اغنيه موج البحر سرقها مني انا المؤلف، خدها وغناها والمفترض يديني حق الاغنيه، لكن انا ما وصلنيش، وكان المفروض هو عامل 30,000 الاغنيه انا ما خدتهمش، وهو المفروض ان هو بعتهم لي بس ما قوليش. قلت له مين خدمه؟ قال لي هيثم. قلت له مين هيثم؟ قال هيثم ده صاحبي، واحد صاحبي. قلت له طب وبعدين؟ قال لي سمير غانم. قلت له قال لي المسرحيه بتاعت اخويا هيس وانا لايس، انا طلب مني اعمل له الاغاني بتاعت المسرحيه والفها له. قال لي وبعد ما خدها والمسرحيه هنا جاي لا اداني فلوس ولا ادالي حاجه، ولما بعت له قلت له فين حقي؟ قال لي خلاص انا هخليك تبقى مدير المسرحيه وانت اللي تديرها وانت اللي تبقى مسؤول عنها، وهديك مبلغ 10,000 جنيه في الشهر مقابل ادارتك للمسرح بتاعي وكده. خلصت الكلام مع عبد الوهاب، لان لقيت الكلام رايح جاي وهو كله في اطار واحد، وكان بقى واضح انا بتكلم مع مين وان ظروف الراجل مسكين، فقلت حرام ما اتكلم معاه اكتر من كده وضيع وقت. سلمت عليه ومشيت، وبقى في دماغي لازم اقابل طبعا مين؟ فيفا عبد. ما انا لازم اعرف رايها ايه ومشاعرها ايه وقضتها ازاي بعد القصه دي. راح قابلناها يوميها في المسرح، كانت يعني مره ما كانت زعلانه طبعا غضبانه احيانا، ومره بقت تضحك. بدات اتكلم معاها، قلت بصراحه والله انا زعلانه عشان اللي حصل له ده، بس انا اعمل ايه؟ ده راجل جاي وعمل لي قلق وشوشره وحاجه مش طبيعيه، وبدا يدخلني في مشاكل. يعني انا حزين عليه انه اتسجن، بس قول لي انا. قلت له طب انت ممكن تتنازلي عن المحضر بعد ما احنا عرفنا ايه القصه واحالته للطب الشرعي عشان يكشف؟ قلت انا ما اقدرش ان انا اتنازل، لان الموضوع خرج لمجرد ان ممكن يبقى مضايقه ولا اعجاب، لا ده دخل في موضوع تزوير، والتزوير ده يعمل شوشره وقلق. انا في غنى عن الكلام ده كله، لازم الموضوع ده يتحسم، لازم يبقى في حل جذري عشان نقفل الموضوع ده، عشان ما يبقاش مصدر ازعاج ومضايقه وابتزاز ليه. فالنيابه هي اللي بتقرر الكلام ده كله. قلت لها طيب يمر عليك موقف؟ قالت لا ده انا مر عليا مواقف كتيره جدا وناس كتيره جدا، بس كان كل جوابات مكالمات حد يقدر يوصل للتليفون بتاعه يقدر يكلمني مش عارف ايه، وخلاص بتخلص القصه ده في السماعه. لا الموضوع انتهى، ما بيزيدش عن كده. انما ده عدى كل حاجه، جوابات حب سيم الجواز وشيك. نسيت اقول لكم ان هو قدم شيك بمبلغ كبير جدا، فيفا عبده كاتباه باسمها الفنانه فيفا عبده، ليه هو باسمه عبد الوهاب. نساله والشيك ده كان بمناسبه ايه؟ هي كاتباه. قال ده نوع عربون محبة ليا عشان تأكد ليا انها بتحبني فعلا وانها حريصة عليا. قالت بس والله بس في حاجات تضحك في القصة بتاعته. ايه؟ قالت لي لما بقرأ الكلام بتاعه والاقوال بتاعته كل الجوابات بتاعته ان انا بدلعه بقول له يا هوبا وانا ما شفتوش ولا اعرفه، وقعدت تضحك. قالت بس اكتر حاجة فرحتني بصراحة في الموضوع ده، حسيت انه رغم ان هو كده غلبان قوي انه بيقدرني. تخيل انه كاتب في جسيمة الجواز ان مؤخر الصداق ليا اللي المفروض هو عملولي 3,000,000 جنيه. فقالت يعني ده الراجل بيقدرني بصراحة، مفيش حد واحدة في مصر بيتعملها في الوقت ده. طبعا كان في سنة 2001 المؤخر صداق 3,000,000، يعني ده حاجة فوق الخيال. بعد اسبوع تحديد الجلسة العرض عبد الوهاب مجنون فيفا عبده عشان النيابة تقرر. كان قبل بدء الجلسة قبلها بحوالي كام يوم كان وصل التقرير النهائي اللي وضعته مصلحة الطب الشرعي والخاص بفحص القوى العقلية للمتهم عبد الوهاب. رئيس النيابة خد التقرير وبدأ يحقق مع عبد الوهاب. عبد الوهاب أصر على كلامه، قال له خلاص انت معك حق يا عبد الوهاب. قال له طب وانا هيبقى موقفي ايه؟ قال له اللي انت عايزه عبد الوهاب. قال له انا دلوقتي مصر ناخد عبد. قال له خلاص هندي لك فيفا عبده، كل حاجة تبقى تمام زي ما طلبت وكل حاجة. كان النيابة أصدرت القرار، وتتوجه قوة صاحبة لعبد الوهاب اللي هي بتعرضه على النيابة، المفترض ان بترجع بيه تاني على الاسم عشان إيداعه الحجز، لكن طبقا للقرار بتاع النيابة خدت العربية طريقها بتاعت الترحيلات وتوجهت للعباسية في مستشفى الأمراض النفسية. دخلت العربية ومعها قرار النيابة العامة بإيداع عبد الوهاب وسلمته إدارة المستشفى، وكان القرار إيداع المتهم في المستشفى للعلاج حتى مسوله للشفاء. وأعتقد ان هو بعد فترة خرج من المستشفى
المستشفى بعد ما كتبوا طائرين انه تم علاجه فعلا بالكورس اللي قعد فيه حوالي 6 شهور وخرج ورجع تاني على بني سويف وانقطعت اخباره تاني. واعتقد انه ما عادش راح تاني طبعا فيفا عبده اللي الموضوع بتاعها اصبح مجرد ذكريات بالنسبه لها. وبكده بتنتهي النهارده حلقه البرنامج بتاعنا من حكايات كولومبو، ونلتقي قريبا ان شاء الله في حلقه جديده باذن الله.